خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يواصل جولته الآسيوية الكبرى، ويصل بحفظ الله ورعايته إلى أندونيسيا المحطة الثانية للجولة. رئيس الجمهورية الأندونيسية جوكو ويدودو في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين في مطار جاكرتا، حفاوة استثنائية بالضيف الكبير، رسمية وشعبية بدت منذ اللحظات الأولى لوصول الملك سلمان إلى جاكرتا. ففيما عبر الرئيس الأندونيسي عن اعتزازه بالزيارة التاريخية، خرج الآلاف من الشعب إلى الشوارع العامة حيث استقبلوا خادم الحرمين الشريفين بالأهازيج الترحيبية على طريقتهم الخاصة. جلسة مباحثات رسمية عقدها خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأندونيسي في قصر إستانا الرئاسي، حيث جدد ويدودو الترحيب بخادم الحرمين الشريفين مؤكدا عمق العلاقات القائمة بين البلدين. حيث جدد ويدودو الترحيب بخادم الحرمين الشريفين مؤكدا عمق العلاقة القائمة بين البلدين وحرص بلاده على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، ليؤكد للملك سلمان على تطلعه بنقل هذه الزيارة العلاقات إلى آفاق أرحب. أعلن لفخامتكم عن سروري لزيارتنا بلدنا الثاني الجمهورية الأندونيسية الشقيقة، مشيدا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، تطلعا أن تسهم هذه الزيارة في تطوير علاقاتنا إلى آفاق أرحب مما يخدم مصالحنا المشتركة. والتذكر بالتقدير زيارة فخامتكم للمملكة العربية السعودية في عام 2015 التي فتحت آفاقا جديدة للعلاقات بين بلدينا الشقيقين في جميع المجالات، وما تبعها من زيارات متبادلة بين البلدين، وانطلاقا من القوات المشتركة لتجمع بين بلدينا وبحكم عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي وحدة الأمم المتحدة ومجموعة الـ20، أن الحاجة تدعو لتوثيق أواصر التعاون بينهما في جميع المجالات. فخامة الرئيس للتحديات التي تواجه العالم في مقدمة ظاهرة الإرهاب تحتم علينا جميعا تعميق الحوار وتكثيف الجهود في مواجهة هذه التحديات، مقدرين موقف اندونيسيا في دعم التضامن الإسلامي ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وسعي اندونيسيا لتقريب المواقف بين الدول الإسلامية لتطوير علاقاتنا على أساس راسخة ومتينة، سوف تسهم إيجابا في معالجة الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية، ويعزز التعاون بين الدول الإسلامية القائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجتماع ثنائي استعرض فيه الملك سلمان مع الرئيس الأندونيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات والمستجدات على الساحتين الإسلامية والدولية واتفاقات توثق مسار العلاقات. تتواصل الحفاوة والترحيب بمأدبة غداء يقيمها الرئيس الأندونيسي، مؤكدا المكانة الكبيرة والخاصة لخادم الحرمين الشريفين في قلوب شعب أندونيسيا، وتحية من القلب إلى القلب وجهها الملك سلمان من الهاتف المحمول للرئيس الأندونيسي إلى الأندونيسيين. أنا مسرور جدا أن يكون في أندونيسيا عن فخامة الرئيس في وسط الشعب الأندونيسي. Saya sangat senang sekali saat ini berada di Indonesia, senang dengan rakyat Indonesia, dan saat ini saya dengan Yang Mulia Presiden Indonesia. وأندونيسيا والشعب الأندونيسي أعزاء عندنا وإخوان. Dan bagi kami rakyat Indonesia adalah merupakan saudara kami.